هاي، ازيكم؟ كيفكم؟ اخباركم واحوالكم؟ ان شاء الله طيبين وكويسين وعلى اتم صحة يا رب. في الفيديو ده زي ما شفتوا من العنوان، انا طلعت مشيت السوق اللي بيقولوا عليه سوق جوجو، او بيقولوا عليه، في ناس بيقولوا سموه الكبة، او الناس الفارشين قدام المحلات في السوق العربي. في برضو كم محل تقريبا في بحري وكم محل ده. هنا نحن كان جينا الصباح، كان معي مهند، جينا الصباح بدري بالنسبة لهم، كانت الساعة 10. فأنصح لو أي واحدة كانت جديدة زي كده تمشي شوية متأخر، يعني الساعة 3 أو 4 كده، لأنه الزمن أحسن بكتير. بس يعني لقينا ناس زي ما بقولوا يشتروا مننا. طبعا واحدة من الحاجات الأساسية إنه يفترض يكون عندك صبر طويل جدا جدا، لأنه حتقعدي تنكتي كل الحاجات، من حاجات ما مخطوطة بترتيب، الحاجات مكبوبة كبة وفوق لبعضها، فأنت مفترض تقعدي تنكتي تنكتي وتفتشي وتعملي تشيك للبيس كويس قبل ما تشيليها، لأنه مرات بتكون مشروطة، مرات بتكون فيها مشكلة. لكن صراحة أنا يعني أغلب الحاجات اللي لاقتني كانت كويسة شديد، ما كان فيها أي عيب، بس بيكون الستايل أنا ما عاجبني، أو بالنسبة لي السايز ما ظابط معي. فكانت تجربة حلوة شديد صراحة، أنا أول مرة أمشي أشتري من المحلات دي خالص. بمشي دايما السوق الشعبي لو عايزة أشتري، حتى السوق العربي أول مرة أشتري منه، بس صحباتي دايما بيشتروا منه هدوم وبتكون خرافية شديد وماركة. فكان نفسي أمشي أجرب الحاجة دي وأديكم رأيي، هل هو فعلا الحاجة دي worth it؟ يعني أي نعم بتاخدي زمن طويل وانت بتفتش في الحاجات وبتشيك عليها وبتشوفيها، لكن يعني كانت تجربة حلوة صراحة بالنسبة لي. بس لو كنت حغير حاجة كنت حغير انه الزمن في كل حاجة، في بناطلين، في سكرتات، في بلوزات، يعني ده فستان لاقاني بس كان طويل عليه شديد، في اي حاجة، هي كلها بيقولوا عليها second hand، او بيقولوا عليها انها دي الحاجات اللي كانت في المخازن وقمت يعني قاموا بعدين جابوها يعني للناس زي دي. ما بس في ملابس نسائية، في ملابس رجالية. والحاجة اللي لاحظتها في الملابس الرجالية انه الورقة بتاعت الهدوم قاعدة، فغالبا دي هدوم كانت قاعدة في المخازن وانتهى الموسم بتاعها، فبعد ذاك جو خدتوها، لو لاحظتوا في الورقة بتاعتها. anyway هي كانت experience حلوة 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 شديد، انا صراحة استمتعت شديد وانا بصور في الفيديو. اي نعم تعبت، يعني اخذنا يمكن ساعة ونص او لساعتين نحن في الشارع، وبعد ذاك علقنا شوية في زحمة السوق العربي ونحن راجعين. بس عموما هي اكسبيرينس كانت حلوة شديد. حسي حاليا انا حاخدكم للجزء ور انه انا جربت اللبسات عليا، يعني الاكسبيرينس بتاعت انه انا مشيت السوق كده. حسي حاليا حوريكم كيف انا جربت كل لبسة وكيف رأيي في كل ايتم انا اشتريته، وهل بنصح الناس انه تشتري منه ولا لا. وايوه حوريكم برضو الاسعار. هي كل البيسز اللي انا اشتريتها كان سعرها 1000 جنيه، اللي هو ما يعادل تقريبا 2 او 3 دولار تقريبا البيس سعرها. بس فستان هو كان سعر بس واحد، اشتريت فستان واحد كان سعره 1500. كل الحاجات دي هتشوفوها، لكن باقي الحاجات كلها كان سعرها واحد. اي هوب انكم تستمتعوا بالفيديو وتستفيدوا وتدوني رايكم، هل انتوا من الناس اللي بيشتروا من الجوجو والكبه وكده، ولا لا انتوا ناس المولات والاسواق وكده، وكيف الاكسبيرينس بتاعتكم مع الموضوع. ولو عندكم اي نصايح قولوا لي تحت في الكومنتات، وبس يلا بينا. يعني انت مزعج كده ليه؟ طب ممكن تقفل الباب معاك كنت طال مهند؟ you are really مزعج. اقفل الباب خلاص، اقفل ايدي يا ظهر في الفيديو. هاي، ازيكم؟ كيفكم؟ اخباركم احوالكم؟ ان شاء الله طيبين وكويسين وعلى اتم صحة يا رب. انا قاعدة في اوضتنا التانية وجبت المراية بتاعتي، هنا معنا المستر رينج لايت، وفيديو ليلة زي ما انتو شفتوا من العنوان هو المشتريات اللي جبناها من سوق جوجو. ف تعالوا نشوف جبنا شنو. هم في حاجات انا اشتريتها من سوق جوجو، في حاجات انا ما اشتريتها من سوق جوجو. تفتكروا اشتريت حاجات ظابطة ولا لا؟ دي الحاجات اللي انا اشتريتها، دي بلوزة منقطة شايفينها عاملة كيف. في ده زي هو زي كروب توب، لكن انا عاجبني يعني شكله كيوت، فيه كيس كده خلاص. وفي دي تونيكا
لونها اصفر لان طبعا بحب الاصفر. خلاص وفي دي يعني تعالوا معي لحد باقي الفيديو، انا هجرب كل ايتم براها. ايوه صح، نسيت اوريكم طبعا دي حاجه انا فخوره بيها شديد، اشتريت فستان وانا في الفستان قاعد يعني. طبعا قمت عشان اجيب الفستان اكتشفت انه قاعد بي وراي، هلبس عليكم هوريكم ليه. هو ميني ميني يعني قصير كده، وهو بالنسبه لي انا ما قصير يعني كنهضه، اكمامه طويله ما عارفه اذا انتم قادرين تشوفوه ولا لا، لكن انا هلبسه وهوريكم له. يلا نجرب الحاجات. طيب دي اول قطعه، فيري قطنيه، بس لو ملاحظين في خيوط نازله منها، شايفين الخيط ده برضو في الرقبه هنا فوق في كم خيط كده نازل. طبعا الحاجه دي ماكسي يا جماعه، شويه ضيقه ما مناسبه لي بالذات من هنا من فوق. طبعا دي واحدة من عيوب الحاجات، هم بيقولوا انه اغلب الحاجات اللي بتجي في سوق جوجو ما بتكون مستعملة بقدر ما انها بتكون فيها عيوب بتاع التصنيع، فعشان كده بنلقاها رخيصة. لكن حسي دي حسي توب حلو شديد، يعني انا ممكن البسه مع سكيرت هاي ويست كده لونه اسود، ما عارفه انا اوريدي هسه عندي بنطلون معه حزام كده، ممكن برضو اجرب البسه معاها حيكون حلو. طبعا لبسته من فوق للتوب الاوريدي انا لابساه لانه الرقبه بتاعته فاتحه شديد. فانيوي دي اول قطعة، ممكن اديها 3 من 10. اوكي ممكن اديها 3 من 10، انتوا وروني رايكم شنو. يعني هي ما ضيقة شديد لكن بس يعني احساس يعني ضابة لكن حلوة، يعني ما في احساس بانها تتشرط. اوكي اول قطعة، نمشي نشوف ثاني قطعة. طيب دي القطعة نمرة 2 which is so cute، عينوا ليها. هي تقريبا دي ركبتي فهي شوية أكثر من ركبتي، يدينا are so perfect، يمكن مقاسها حلو شديد، بعدين القماش بتاعها حلو حلو شديد. برضو عنده مشكلة بتاعت في خيوط هنا طالعة كده، يعني نفس الحركة بتاعت التيشيرت الفات هوريكم ليها، بس صراحة ما قريت الماركة بتاعتها شنو، ما أعرف أصلا إذا فيها ماركة ولا لا، لكن يعني دي ممكن أديها 8 من 10 أو ممكن أديها 10 عديد. الألوان حلوة، القماش حلو، ما في أي عيب، very cute، حلو شديد. شايفين الأكمام عاملة كيف؟ It's very beautiful والله. القطعة دي يمكن تكون my favorite، يمكن تكون أحلى قطعة بالنسبة لي لحد هسي، حد ما نجرب الباقيات ونشوفهم. حبيتها شديد anyway، طويلة بعدين واسعة anyway، حبيتها شديد. انتوا رأيكم شنو؟ أنا لأنه شلت حاجات كثيرة فبديك لها بسعر كويس شديد يعني. طبعا نمرة 2، نشوف اللي بعدها ونجي للقطعة الثالثة. هي دي التحت ده ما تبعها، هي بس لحد هنا، ده التوب بتاعي اللي انا لابساه اصلا بيتحت عشان هي طلعت قصيرة شوية فما قدرت البسها براها فلبست دي معاها. مشكلتها الوحيدة اليدين، لو ملاحظين لها شوية ضيقة لاحظتوا، فبتديني احساس بانه في اي لحظة هتتشرط او لو سمنتها 1 كيلو او مريحة جوت. لكن عموما حلوة، الرقبة بتاعتها حلوة very cute مع الأكمام حلوة يعني ظريفة، يعني كانت عجباني شكلها لما كانت ظاهرة، لكن حسي بعد لبستها ما حبيتها شديد. تلك البالونة بتاعت عيد ميلاد مهند يا جماعة، لو ما حضرتوا عيد ميلاد مهند مش هحضره، فيديو قاعد قديم. ممكن اديها 2 أو 3 من 10، ما عارفة ما حبيتها شديد بعد لبستها يعني، او يمكن لانها ما مريحة، لكن مع سكيرت ما اعرف صراحة هيكون شكلها كيف، او مثلا مع بنطلون واسع ممكن برضو تظبط اي ثينك، لكن ما حنك نمشي نشوف اللي بعدها. هي بنا دي القطعة نمرة 4. اوكي طبعا هو داير مكوى، هنا ما كويته مكسل انه اكوى، لكن عاجبني شديد. شايفين الباتن، شايفين ال 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 يعني التصميم بتاع الورود ده very feminine، حلو شديد. بعدين المقاس مظبوط 100%، ما عنده اي عوجة، بس كان عايز له مكوة. استنوا بس انزل لكم شوية عشان تشوفوا الرقبة. قميص very cute، very حلو شديد. كنت جاي له ماكس لكن طلع حاجة اسمها جيريت، حاجة زي كده. مهم يعني ده شكله. انا جبتها كان لريم اختي بنطلون كحلي واسع، اي ثينك لو لبسته معاه هيطلع احلى من الجينز واشيك، فكده خلوني اجربه مع البنطلون الكحلي واجيكم عشان اوريكم ذات البنطلون الكحلي ثانية بس. اوه حبيت شديد ده البنطلون الواسع يا جماعة، جبته لاختي
ومعاه القميص، صراحة شكلك شيك خالص. حبيت 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 شديد. very cute very elegant، حبيته شديد صراحة. فكر مش اتخرج بيه، وفي الايام الجاية دي next week عندي التخريج بتاعي من برنامج اورنج كورنر، فكر البس كده. برضو عندي سكيرت كحلي طلبته قبل كام يوم، كان شكله حلو شديد، فممكن برضو اجربه معاه. ماي جاد حبيت القميص ده، بيتلبس مع اي حاجة. باقي قطعتين اللي هم الكروب توب والفستان، هيا بنا نجي للقطعة الأخيرة قبل الفستان. صراحة أنا ما كانت عجباني شديد، لكن ده اختيار مهند، هو كانت عجباه شديد. لكن بعد ذاك حسي أنا بعد لبسته عجباني شديد، يعني القماش بتاعها حلو، بعدين الشرشر التهت ده شكله very cute. وطبعا دي لبس، وتخيلوا دشنو دي اللي بيلبسوها الخليجيين زي النقاب بتاعهم كده، بيلبسوها النسوان الكبار دايما. فاي ثينك انه الحاجة دي جاية من السعودية ولا حاجة، يعني في حاجات ممكن تعجبك لما تشوفيها، لكن حسي حنيا انا بعد لبست دي صراحة عجبتني شديد شديد. يعني ده اختيار مهند. anyway علقوا لي تحت اختياري انا حلو ولا اختيار مهند الحلو. نمشي لاخر قطعة الليلة وهي الفستان، ونجرب هيا بنا. اخر قطعة واحلى قطعة، انا خالص ما توقعت انه يعجبني للدرجة دي، يعني سو 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 شيك. انا ما عارفه اذا انتم قادرين تشوفوا التفاصيل، لكن اتس سو شيك، والمقاس مظبوط. اعتقد انه بس الفيانكه دي لو كنت قادره اظبطها اكتر من كده، او ما عارفه دي اكتر حاجه ممكن اظبطها بها. ده المايك ما عايزه، اوكي الجهه الثانيه فيها المايك. اليدين يعني خرافي. طبعا لابسه معاه البنطلون لانه هو شويه تحت الركبه طوالي فقصير، لكن اتس فيري بريتي. يعني ده حسي انا ممكن البسه في يعني في اجعص مناسبه بتاعت بنات، لو عندي دينر في البيت. اتس سو بريتي، حبيته يعني صراحه. ممكن اديه 10 على 10، يعني ماي فيفرت بيس من كل الحاجات اللي اشتريتها. خرافي صراحه، حبيته شديد، ما توقعت يكون حلو شديد كده، لكن طلع خرافي والله. الجوب طلعت ما هين عديل ما هين. وبس يا جماعة، اعتقد انه كده خلصنا كل القطع اللي جبتها من سوق جوجو. ثانك يو يا سوق جوجو، والله ما قصرت خالص. اي ثينك انه بدل سوق المساكين مفترض نسميه سوق المفتحين، والله العظيم، لانه فيه بيسز يعني هسه زي ده، يعني ورك اوف ارت، ويعني مبلغ يعني ولا في الاحلام حتى. خلونا ننهي الفيديو هيا بنا. بكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. لو انتي او انت وصلت لحد نهاية الفيديو ده، فثانك يو لك شديد صراحة، يعني لك التحية يعني. وشكرا لانكم يعني متابعيني، وشكرا لانكم بتدعموني، والكومنتات بتاعتكم انا ما قاعدة انساها، وقاعدة اقراها كلها كومنت كومنت، وقاعدة احبها كلها كومنت كومنت. يعني صراحة يعني it warms my heart. بتذكر يوم مشيت الجوجو كنت قاعدة في الرتينة، وقاموا لاقوني كم بيت، وكنت برضو مشيت الأنفال ولاقوني كم بيت. يعني البنات اللي بيلاقوني وبيسلموا علي بالأحضان شديد صراحة، يعني ما عارفة أقول لكم شنو يعني، لكن I can feel the love. يعني أنا بقدر أشوف الحب، والواحدة تكون مبسوطة شديد إن أنا سلمت عليها وكذا. أنا المبسوطة، أنا يعني أنتوا قدر ما إنه أنتوا مبسوطين عشان لقيتوني، أنا بكون مبسوطة أضعاف مضاعفة عشان أنتوا بتحبوني. يعني صراحة دي نعمة من ربنا كبيرة شديد. فشكرا لكم كتير شديد، لأي زول بيلاقيني في الشارع، لأي زول بيرسل لي في الخاص وبيقول لي إحنا بنحبك، وإن أنت بتعملي في حاجات حلوة. حقيقي أتمنى إنه أنا أواصل أعمل لكم في حاجات حلوة. بس يعني الفيديو لحد هنا انتهى. ما تنسوا تعملوا شير ولايك وسبسكرايب. فيديوهات لسه كتيرة حلوة حنصورها لكم وحنظبطها لكم. ولو عندكم اي اقتراحات لاي فيديو انتم حابين انه انا اعمله، اكتبوه لي تحت في الكومنتات، او رسلوا لي تحت في الانستجرام. حتلقوا الروابط كلها بتاعت الفيسبوك والانستجرام وتويتر، كلها قاعدة تحت في صندوق الوصف. وبس لحد ما نشوفكم، ابقوا طيبين، شكرا.